منتدى شباب الجزائر الأول وبعد يومين من مدارسة المواضيع ذات الصلة بالمواطنة والمشاركة السياسية والتمكين السياسي للشباب، ها هم شباب الجزائر الذين جاءوا من 58 ولاية لهذه الولاية المضيافة، خرجوا البارحة في حملة تطوعية في أحد أحياء الولاية، واليوم يخرجون لهذه المنطقة الحدودية بما تحمله من رمزية تاريخية ومن رمزية المواطنة السادقة ليغرسوا أشجار تعبر عن مدى شغف الشاب الجزائري بأن يكون مسهما في بناء بلده، مسهما في نماء بلده بما تحمله الشجرة من رمزية. نشكر كل الناس اللي حضر معنا واللي ساهم في هذا اليوم هذا، حيث تم غرس أكثر من 8000 شجرة، وهذا شيء جميل جدا، خاصة أن المنطقة هذه تعاني من تفحر.